اعتكاف الرسول في رمضان. الاعتكاف إحدى العبادات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها في رمضان، وهو يعني لزوم المسجد والتفرغ لطاعة الله عز وجل، فلا يخرج المعتكف من المسجد إلا بهدف الوضوء ونحوه. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف اعتزال أهله وطي فراشه وشد مئزره، وكان يعتكف العشر الأولى من رمضان في بداية اعتكافه، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكان يبدأ اعتكافه من قبل غروب شمس أول ليالي العشر الأواخر، وينهيه بمغيب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك لإدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومن يتأمل اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ عدة أمور، منها أنه كان يتقلب في الاعتكاف بين أيام شهر رمضان جميعها إلى أن استقر على العشر الأواخر، وكان الصحابة يجعلون له مكانا خاصا في المسجد ليعتكف فيه، كما كان عليه الصلاة والسلام يهتم بحسن مظهره في الاعتكاف ونظافة الجسد، وكان لا يخرج إلا لحاجة، وعندما ينتهي من اعتكافه كان يخرج في الصباح وليس في المساء من الليلة التي بعد اعتكافه. نشكر لكم حسن الاستماع، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.